صارت ام البطولات، لك صارت للمجد حكايات، لك والشهادة مطلب. شارفت ثورة الكرامة على دخولها سنتها العاشرة، 10 سنوات لو أردنا التحدث عنها لكنا بحاجة إلى 1000 كتاب وكتاب. خرجت حناجر الحرية تصطح بالكرامة في عام 2011 مع بداية انطلاق الثورة، فقوبلت الأصوات بالبنادق والرصاص، فما كان من أهلها إلا السلاح للدفاع عن الحرية والكرامة. عدة أشهر استطاع فيها ثوار سوريا السيطرة وإحكام قبضتهم على النظام، وعندما وصل الثوار إلى أبواب العاصمة دمشق بدأ التدخل الخارجي لحماية الأسد، فدخل حزب الله بميليشياته وعدته وعتاده. امتص الثوار الصدمة، وبعدها عادوا بالكر على النظام والقضاء على سيطرة حزب الله وأسطورة الجيش الأسدي. فما كان من النظام الفاشي إلى الاستعانة بإيران وميليشياتها من كل دول العالم. لم ييأس الثوار ولم يستسلموا رغم خروج التنظيمات الاستخباراتية التابعة للنظام من أصحاب السواد كتنظيم داعش. فبدأت الثورة تقاتل مشاريع التقسيم مثل PKK ومشروع داعش والميليشيات التي وصل عددها إلى أكثر من 176 ميليشيا. ومع تدخل روسيا في عام 2015 بطائراتها وجيشها وعدتها، تحدى الشعب الحر كافة الأسلحة المحرمة دوليا والتي لولاها لما استطاع النظام أن يحكم قبضته على البلاد مرة أخرى بعد أن كان الثوار قد سيطروا على نصف البلاد وكادوا أن يطيحوا بالنظام. الآن تقف إدلب الخضراء وحيدة، إدلب التي تعتبر آخر قلاع الثورة السورية، تواجه القصف الروسي الأسدي وكافة أنواع القتل الوحشي والتي يسعى النظام من خلالها إلى فرض حملته العسكرية وإنهاء تواجد الثوار فيها. تعرضت إدلب المعروفة بمعقل الثوار لهجمات جوية وبرية عنيفة بعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة إلى جانب النظام السوري منذ شهر تشرين الأول لعام 2015. ورغم إعلان الدول الضامنة في أستانا في 4 و5 من شهر أيار لعام 2017 توصلها إلى اتفاق يقضي بتحديد منطقة خفض التصعيد، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار القصف على إدلب. ووفقا للتقرير الصادر من منظمة Human Rights Watch لهذا العام، فإن حوالي 11,700,000 شخص في سوريا سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية. كما أشار التقرير إلى نزوح أكثر من 600,000 شخص في إدلب وحما، و 180,000 على الأقل في شمال شرق سوريا. وبحسب التقرير يضم شمال غربي سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل باتوا مهجرين مرة واحدة على الأقل. ومع انتهاء اجتماع مسؤولين من تركيا وروسيا في أنقرة في 8 من شهر شباط لهذا العام لبحث الأوضاع في إدلب دون التوصل إلى اتفاق، وخاصة أن تركيا كانت تأمل في وضع خريطة الطريق للمستقبل في إدلب، ومع تهديد الرئيس التركي لبشار الأسد وبوتين بانسحاب الجيش السوري إلى ما قبل حدود اتفاق سوتشي، وأن تركيا سوف تقوم بالرد عسكرياً براً وجواً على أي عمل عسكري سوري يستهدف الجيش التركي وحلفائه شرق الفرات وغربه، تتقاطع السياسة والحرب في إدلب، وقد تكشف الأيام القادمة عن مواجهة حتمية بين روسيا وتركيا. فهل ستكون إدلب هي المعركة الحاسمة؟ لا نعلم ما تخبئه الأيام بعد، ولكن ما نعلمه تماماً أن مئات الآلاف باتوا في العراء يواجهون الموت، والعالم ما زال صامتا مستمتعا بمشاهدة مسلسل الدم السوري. وأمام صورة الطفلة هذه التي ماتت من البرد ومثلها الكثير، نقول يا قهر العالم كله، يا عجزنا وانكسارنا، يا ويلتنا نحن الدافئون خلف مواقدنا وتحت أسقف بيوتنا، يا أهل الشام
والعراق والرافدين والحرمين والنيل والأناضول. يا أيها العائمون على بحار نفطكم الذي زاد سواد قلوبكم سوادا، كلكم شاركتم بالقتل. ثورتنا مستمرة وسيستمر الثوار بإسقاط العصافير. هاي العصفورة طيارات الإجرام المجرمين اللي عملت المجازر بالمدنيين. هاي العصفورة بس احترقت العصفورة، شكلها انشوت شوي، عصفورة مشوية. أما الجرادين، الجرادين كمان نزلوا بس ماتوا. ايش بدهم ماتوا؟ الجردون بيعرف يطير؟ الجردون ما كانوا بالصرف الصحي، ليش عم يطلعوا بالسما؟ ليش لحتى ماتوا ثلاث جرادين هلا؟ ما لحقنا هنجينا يعني نعتذر نصورهم. يعني منظر جردون ميت منظر مقرف، لذلك ما رح صوركم. يعني انما هي العصفوره، هالعصفوره العصفوره هيك، هاي العصفوره.